اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. يعني بعيدا عن محتوى القناة خالص، احنا بنطلع اسعار الخضار واسعار الفاكهة والزراعة في مصر. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اللايك بيرفع الفيديو. لو في متابع جديد ما ينساش يشترك في القناة بالضغط على الاشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. هنشوف الفيديو ده مراحل تطور العشرة جنيه من ساعة ما طلع. يعني اللي انتم شايفينها دي 10 جنيه، دي سنة 1960. ودي سنة 1963. يعني شكلها يعني على مر السنين. ودي سنة 1976. نشوف السنوات اللي بعدها الى سنة 2022 اللي احنا فيها، ودي سنة 1977. نشوف اللي بعدها اللي كانت متداولة الفترة السابقة، دي بقى يعني معروفة دي خلال السنين الماضية اللي احنا كنا فيها، وهي حاليا متداولة يعني شغالة الحمد لله وزي الفل. دي بقى 10 جنيه الجديدة سنة 2022، وهي معمولة يعني من مادة زي البلاستيكية، بس هي حلوة بصراحة. يعني بصراحة عن تجربة يعني حلوة جدا، يعني حتى لا ما يتأثر فيها ولا أي حاجة، وحجمها صغير وزي الفل. شكرا ليكم في نهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.